الحركة أو مين اللي احنا مستهدفينه أكتر من المشروع؟ يعني دلوقتي اللي بيشتغل أكتر على السياحة العلاجية، بنتكلم على عرب على أجانب، نوسع إزاي أو نستقطب إزاي ناس أكتر تيجي تستفيد من القصة؟ تجربة سفاجة الناجحة إنه كل الجنسيات، يعني احنا لو تيجي في سفاجة حضرتك هتلاقي من دول الخليج، من دول العربية كلها، من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من آسيا، كله بيجي لأن المريض عايز يتعالج فبيجي. وبعدين دلوقتي بقى حتى في التأمين الصحي، يعني عندي مرضى بيجوا لي في سفاجة، بتلاقي التأمين الصحي في أوروبا هو اللي بعته بيغطيه. فطبعا ده تارجت مهم جدا بالنسبة لنا، يعني لما نجيب المريض وبيتغطي تكاليفه جهات صحية، دي كمان بتشجع المريض انه يجي. بس ازاي، خلينا جورينا مسألة التسويق، انك تقول ازاي تروج ازاي للموضوع عندك لبره. لازم الاول، عشان كده بقول لحضرتك، لازم نقننه علميا عشان اطلع اكلم اطباء في بلجيكا في المانيا اقول لهم المكان ده فيه علاج، لازم يكون معايا حاجه علميه. انما رحت قلت له كده ده مكان كويس، يقول لي طب فين اللي بيثبت الكلام دوت؟ فعشان كده احنا بنقنن علميا دلوقتي عشان لما نبدا التسويق يبقى معايا وثائق علميه بتقول ان المكان ده جاهز للعلاج. على فكره هم عارفين يعني، بس دايما يقول لك اديني الحاجه الرسميه. يعني ما تروح لحضرتك سيوه تلاقي ايطاليين والمان وفرنسيين بيروحوا للعرب هناك يغطوهم بالرمل عشان الروماتويد، كل صيف تلاقي هناك ناس كتير جدا، وده بتيجي طيارات مخصوص. لكن لما تبقى الحاجه مقننه علميا هتبقى الاعداد اكبر بكتير.